سعد المجرد يعلق على أغنية دنيا بطمة الجديدة ويهنئها، حيث قال: أغنية جميلة وصوت رائع كيف العادة، الله يحفظك يا دنيا. لم ينسى سعد أن يشكر دنيا على تأجيل أغنيتها بسبب أزمته، حيث قال: وجزيل الشكر على الحركة الراقية اللي درتي. وكانت دنيا فاطمة بصدد طرح أغنيتها الجديدة زيديني، وعندما سألتها الصحافة عن موعد طرح جديدها قالت بأنها كانت ستطرح الأغنية في نفس وقت أزمة سعد، ولكنها أجلتها لموعد لاحق. وكانت دنيا فاطمة دائمة الدعاء لسعد، وقالت أنها تحس به وبمعاناته، وإن شاء الله ربي يفرجها عليه. وسعد المجرد هو من الأشخاص الذين يقدرون الخير ولو بكلمة صغيرة أو لفتة بسيطة، تجده يشكرهم ولا ينسى الخير أبدا. وكانت الفنانة المغربية دنيا فاطمة قد أفرجت يومها السبت عن جديدها الفني عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب تحت عنوان زيديني. وبعد غياب طويل عن الإصدارات الفنية، عادت خريجة برنامج أرب أيدول دنيا فاطمة لجمهورها ومحبيها بعمل فني جديد صورته على طريقة الفيديو كليب. أغنية زيديني لصاحبتها دنيا فاطمة هي من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد، وتطرقت من خلالها لموضوع الغدر والخيانة والظلم، مما جعل عدد من المتابعين يؤكدون على أنها نقلت الأحداث المؤلمة التي عاشتها قبل وبعد طلاقها من محمد الترك. وتعتبر أغنية زيديني أولى أغاني الفنانة المغربية دنيا فاطمة التي تكلفت بإصدارها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما كان طليقها المنتج البحريني محمد الترك هو من يتكلف بإنتاج أعمالها.